كهرباء احنا نعاني منها صار اكثر من 30 سنه 28 سنه. فاريد تستقر ما تستقر، وين تروح الكهرباء ما حد يعرف. ايوه متبهدلين، هاي صار اكثر من تقريبا شهر. لا ماي لا شيء، كهرباء ماكو، عندنا مكاين نريد نشغلها ما تشتغل الا على الوطنيه، ووطنيه ماكو. اي ماكينه ما اقدر اشغل، كلها طاحن عندي. أمبيرية ياخذ هوايه، المكاين مالتي كلها 25 24 فوق، حتى بيع وشراء يقف. لان انا ذا اليوم اذا ما اطحن البهارات ما راح اقدر ابيع. وكلها انا عندي بالجمله، انا محلي جمله ومفرد. والله الكهرباء الوطنيه على ايام ما زينه كانت. يعني الكهرباء الوطنيه احنا بالنسبه للموصل. فصل الربيع بالربيع تستعدل الكهرباء فول، يعني ناس ما محتاجتها، يستعدل الجو، مي دافي ما يحتاج قزر. من يجينا الصيف وشد الحراره تنتهي. وهسه الموضوع نفسه يعني. هم الكهرباء ما زينه يعني. احنا بالنسبه لنا منطقه حمام علي. اي سنه نطلع بالتلفزيون يقول وزاره الكهرباء نوعدكم السنه الجايه راح نصدر كهرباء، وين صدرنا كهرباء؟ احنا نريد علقنا ضوء بالبيت، ما اريد نصدر كهرباء. ماكو كهرباء. نطالب بالكهرباء. يعني الاجواء شتاء وبارده وما يحار ماكو واطفال وتعرف كل شيء متكرر هاي الشغله، يعني بالصيف كان مطلوق الكهرباء. هاي صار الايام هسه من قبل شهر ولي جاي كهرباء ماكو. اكثر من 30 سنه كهرباء ماكو، يا خدمات اصلا ماكو. بهاي الدوله. شكو قل لي اكو فلان شيء زين حتى اقول لك اي والله. يعني حتى المولد من يطفى الكهرباء ما يشغل. هسه شويه تحسن المولد بس وطنيه ماكو. شو تسوي بالكهرباء؟ شو تسوي؟ امرنا لله. اي ماكو.